اليوم المسلز اوف ديت اليوم المسلز اوف anterior compartment of the forearm. The anterior compartment of the forearm بيها ثلاثة layers superficial وintermediate to deep. الأول layer اللي هي superficial layer بيها أربع عضلات كل من the common origin medial epicondyle بالنانة. أول واحد أول عضلة بيهن اللي تسوي لي medial border of the cubital fossa هي the pronotal teres. هاي كلها the pronotal teres كلها. ثاني عضلة لها medial to it وحتروح من the medial epicondyle إلى الميتاكاربال of the first or second finger هي flexor carpal radialis. هاي العضلة. ثاني واحدة medial to it بعدها حتكون tendon like كلش رفيعة حتروح للبالمر ابنيوروسس والديستال هاف اوف الراتيكولم اسمه flexor reticulum اسمه palmaris longus. هاي ما تتصل بعضهم تتصل بالبالمر ابنيوروسس. بعدين medial to it هاي العضلة تكون من جهة الألنة اسمها flexor carpi ulnaris اللي حتكون للفيب فينجر حتروح الميتا كاربون مال فيب فينجر. هنا طبعا بعدين اللي بعد هاي superficial layer بها أربع عضلات قلناهن pronotal teres flexor carpi radialis palmar longus palmaris longus وflexor carpi ulnaris. اللي بعدها intermediate group عضلة واحدة أسفل بني العضلات هاي الرادياليس وخمناها هنا نصير four tendon هاي كلها العضلة four tendon تروح للfour fingers هنا اسمها flexor digitorum superficialis. أسفل منها بعد هاي بالشنو بالانترميديت لاير بس عضلة واحدة بها أربعة تندن بس حسكم شوي الفور تندن حتروح اسمها superficialis flexor digitorum superficialis. بالديب كروب عندنا ثلاث عضلات أول واحدة هما تنبيا فور تندن وحتمر في الكاربل تانل وحيصير الكومن سينوفال شيث حولها حول التندن مال سوبرفيشاليس ومال البروفندس اسمها فلكسر ديجيتوريوم اي كومن سينوفال شيث هنا فلكسر ديجيتوريوم بروفندس. العضله الثالثه هنا مبينه تكون على الانتروسس ممبرين هاي الورديه تكون على الانتروسس ممبرين اسمها برونيتر كوادريتس برونيتر كوادريتس. والعضلة الأخيرة هما تم الديب جروب تتصل بالثم بالميتا كاربل أوف ثم هاي التندن مالتها اسمها فلكسر بوليسس لونجس. هاي إذا أحركها هنا ما بتحرك هنا إذا أحركها هاياتها لما حيتحرك حيتحرك الثم حيتحرك الثم حيسوي فلكشن أعتقد واضح. هاي خلصنا العضلات 3 layers superficial, intermediate and deep layer. هناخد هسه البريكال ارتري. البريكال ارتري مثل ما قلنا at the level of the cubital fossa حيتقسم لي إلى radial و ulnar. هنا أنا الـ continuation مالته أعتقد مو هاي لا موجودة لا موجودة هذا البريكال ارتري حيعطيني قسمين هنا راديال ارتري اند النر ارتري اوكي راديال ارتري اند النر ارتري. هنا اول قسم للنر ارتري هذا النر ارتري اول قسم الا كومن انتروسس. الكومن انتروسس حيعطيني انتيرير اند بوستيرير انتروسس ارتري بوستيرير هنا مبين هذا الكونتينيويشن مالته هو انتيرير انتروسس ارتري حيجي هنا يخترق لي الانتروسس ممبرين بهاي المنطقة وحيزود لي البوستيرير كومبارتمنت واضح؟ هاي البوستيرير كومبارتمنت صورت مصطفى؟ هذا هنا حيخترق الانتروسس ممبرين حيزود لي البوستيرير كومبارتمنت بس جر الارتري؟ هذا اوكي هنا عندنا الميديال نيرف هسه هذا الارتري خلاص؟ هنا يزود لي العضلات هاي هنا الميديال نيرف هذا الميديال نيرف مثل ما قلنا بالكيوبيتال فوسا حيعطيني اول قسم له انتيرير انتروسس نيرف هذا هنا ايضا يكون الميديال نيرف اكو علاقه هنا يكون
البالمارس لونجس تكون ميديال تو ات، يعني هو يكون بجهه اللاترا عن البالمار لونجس. هذا هاي العلاقه ما بين البالمارس لونجس والميديال نيرف. وعندنا ايضا علاقه ثانيه ما بين النيرف هنا، هاي الالارس فلكسر كاربي الالارس لاترال تو ات اللي هو هذا، هذا الالنر نيرف. وايضا اذا اتبعنا الالنر ارتري من هنا، هذا الالنر ارتري حيفوت هنا بالعضلات، هذا هياته، هذا الالنر ارتري هذا، وهذا الالنر نيرف حيكون لاترال تو ذا فلكسر كاربي الالارس. هذا الالنر ارتري تبعناه من البريكال ارتري برانش مالته اللي بصفه، هو الالنر نيرف حيكون لاترال للالنارس فلكسر كاربي الالارس. ها ما عند الديسبوز، هنا عندنا سبيس، اكو سبيس بالابر لمب بصوره عامه مثل الاكزيلري مثل الكبيتال، هنا اكو سبيس صاير بالانتروسس ممبرين، هنا هاي كلها حيحتله من العضلات اسمه بارانا سبيس. هذا هنا هذا السبيس بارانا سبيس. هنا عندنا بالبالمر ايضا هذا السبيس اللي هنا لو اشوفه صار قريب، هذا ميدل بالمر سبيس، هذا حيتصل مع البارانا سبيس بالكاربال تنل. كاربال تنل طبعا ما ذكرناها، كاربال تنل عباره عن فراغ هنا تمر به الاشياء، هذا الكاربال تنل، هذا اذا سنه حطبه به هاي كاربال تنل. كاربال تنل متغطى فلكسر راتيكولم، هاي هاي الليجمنت الموجود هنا واضح، هذا حتفوت بيه كل التندن مال، مو كلهن طبعا اكو تندن سر فوقه، بس اغلب التندن مال العضلات حتفوت بهذا الكاربال تنل. فنرجع للسبيسز، البارونا سبيس حتتصل مع الميدل بالمر سبيس عن طريق الكاربال تنل. اذا صار انفكشن بالميدل بالمر سبيس حينتقل الى البارونا سبيس عن طريق الكاربال تنل. هاي العضلة اللي هي فلكسر بولسس لونجس، فلكسر بولسس لونجس من ناحية التسبب لك. هاي بروناتر تيريز طبعا، هاي الجثة كلش تعبانة، هاي بروناتر تيريز، هاي المفروض بريكيو راديالس، هم موضوع مليون سنة أوفر، هاي ديسبوز.